صباح الخير لكل مشاهدينا. اليوم رح نحكي عن العرق الأخضر اللي بيكون موجود بقلب بيوتنا. له كتير فوائد، مو بس جمالية، مو بس بيزين بيوتنا، كمان له فوائد بالطاقة وبيخلي دائما في جو راحة بقلب البيت. تفاصيل عن هذا الموضوع رح يكون معنا ضمن هاي الفقرة، خليكن معنا. وصلنا على المكان الحلو اللي فيه كلياته خضر. صباح الخير، صباح النور. كيفك لؤي؟ يسعد صباحك على بصباحنا غير على الهواء الاخباريه السوريه. بدايه اليوم حكينا هيك، بدنا نقول لكل يلي عم بتابعنا، نحن رح نحكي عن العرق الاخضر مثل ما بنسميه، او الزريعه بقلب البيت. اهلا وسهلا. قدامنا كثير انواع وفي كثير استفسارات لكل حدا ممكن عم يحضرنا، انه شو بينحط بقلب البيت، شو اللي بيعيش شو اللي ما بيعيش. بدايه خلينا نفرق بين نباتات الظل والنباتات اللي بدها برندا، شو الفرق بينهم؟ طبعا في نوعين من النباتات، نباتات بتعيش جوات البيت ونباتات خارجيه. الفرق بيناتهم انه في النباتات الصالونيه الشمس والهواء والعوامل تبع الجو بتضربها، فاجباري هي بدها تعيش جوات البيت لحتى تعطيكي هذا الازهار وتعطيكي هذا المنظر الدائم. تمام، يعني لما بحطها برا بضرها ما في؟ اي طبعا، لانه نحن برا الجو دائما متغير، ما في انه نظام معين. جوات البيت على طول من جو العادي، يعني بده يضل جو واحد تقريبا. في عنا هيك كذا نوع تقريبا، يعني لا مثل ما شايفين هدول كلياتهم النباتات بيعيشوا جوا البيت، كله صالون، ما بدهم شمس. فينا نتعرف بدايه على اسمائهم؟ هلا في عندك هي النبته اسمها ازاليا، هي نبات تفتيحه دائمي صيف شتاء. طبعا بتحب المي كثير، يعني لدرجه انه اذا حطيتيها تحت صحن مي على مدار السنه فخلص، يعني هي بدها مي على طول. تمام، وبيضل تفتيحها مدار السنه ما بيوقف. طبعا بخف فترات، بتشبه ورقتها مثل ورقه الجوري شوي. ايه تمام بالضبط. فبس زهرتها بتضل بتخف فترات وبتكتر فترات، يعني هي شكله الزهر بتخف اجباري وبترجع بتقوى، بس هو اجمالا رح يضل دائم، يعني ما رح يوقف. في منا نوعين وفي منا لسه بيجي هرمي. تمام، هي بتفرق عن قدامها انه هي تاج، هي مكتبيه اكثر، يعني هون هي بتجي مطعمه بطريقه انه ما يطلع عليها ورق وبتضل على هذا الموديل. اما هيك بتجي عندك اياها انه ارضيه، بتجي حسب المكان ديكور البيت او كذا. تمام، يعني كمان انت حكيت شيء من دون ما تقصد، بس هي معلومه كثير مهمه اللي هو عن المي، كميه المي. اغلب الناس وقت بتشتري زريعه للبيت يا بتهريها مي مثل ما بيقولوا بتعبيها مي كثير، يا بتحرمها المي ابدا، بتقول لازم رشها بالبخاخه مي. طيب خلينا نحكي عن جد المعلومه الصحيحه، وشو كل نوع بياخذ؟ هلا كل نبات لازم لما تشتريه من عند البائع لازم انك انت تشرحي له اكثر عنه. يعني هلا مثلا عندك هاي الهايسنت، هي ما بتحب المي زياده. تمام، ما في مشكله، وقعناها. هي مو في مشكله، هي ما بتحب المي زياده، وهي لما بتجيبي المي على البصله فهي بتنضرب. هي طريقه سقايتها هي لازم تكون عباره عن صحن تحت منها تشرب منه النبته لحالها. هذا لما بتبخيه بالبخاخه فهذا بينضرب فورا. تمام، بيعفن وبينضرب الزهر وما بتفتح. وما بيحب المي زياده طبعا، يعني يعني شويه مي مثلا بصحن فنجان تحتها وبيمشي الحال. تمام بالضبط، بعكس هي لازم يكون في مي تحتها على طول، يعني قد ما انت اعطيتيها مي قد ما هي رح تكون عم تعطيكي اكثر يعني. طيب هلا هي بنشوفها كثير، هلا صارت موجوده، هي اسمها هايسنت، بالهدايا كثير ناس عم تقدمها هدايا. تمام، لبعض. وفي منها الوان، في منها الوان كثير، الوان كثير متعدده، ابيض احمر. اوكي، الورد تبعها قد بيعيش؟ لانه كمان هذا سؤال بيخطر على بال الناس. كل بصله بتفتح زهرتين خلال السنه، كل زهره بتضل شهرين. شهرين، يعني هي اجمالا بتضل مفتحه 4 شهور، بتبلش من بدايه هذا الشهر بتضل 4 شهور. تمام، اما بالنسبه للبصله فهي نبات دائم، يعني ما بيموت ابدا. يعني اذا الورد اذا فينا نقول وقع معناته هي ما ماتت، لا مو بتضل ماتت. اجباري طبعا. أوكي، كل النباتات بتغير ازهار على مدار السنه. في عندك مثلا الكلانشوا، هي الكلانشوا كثير من العالم بتجي بتقلي ماتت، هي ما ماتت، هذا الورد خلص تفتيحه بتوقف فتره معينه بترجع بعدين بترجع بتزهر مره ثانيه. اما هو نبات الكلانشوا هو نبات صالوني دائم، بحب الاضاءه العاليه طبعا يعني. وبالنسبه للصقايه بنرجع بقول لك انه انا بفضل دائما تنصق النبته من تحت، من تحت، ما نبخها. هذا الحكي بالنسبه للنباتات الصالونيه. النباتات الخارجيه اذا بتسقيها من تحت ما بتشرى، فاجباري انت لازم تسقي الخارجي من فوق والداخلي من تحت. كمان له اي من نباتات الزينه اللي بنلاقيهم بالبيوت وكثير مشهورين هن الصباره. تمام، بنحكي عنها، وخصوصا انه في افكار سائده اذا الصباره بتسحب الطاقه السلبيه او لا.
تمام. هلا بالنسبه للصباريات بشكل عام رح نكمل عنا حديث بعد شوي. اي مو مشكله. بالنسبه للصباريات هي بنرجع نحن للحديث تبع الطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه. دائما كل النباتات بتتفاوت ارائهم بين سلبيه وايجابيه، انه هي النبته بتعطينا طاقه سلبيه ولا بتعطينا طاقه ايجابيه ولا ما عم بعرف شو عم يصير. فهي النبته بترجع لك انت يوما ما، مثلا صاير معك ظرف حاببتيها فهي طاقه ايجابيه، اما انت مثلا نفس النبته بيكون في عالم متشائمه فيها. بس هي ما لها تاثير يعني. هلا هي بتسحب مغناطه، بتسحب طاقه من التلفزيون ومن الكذا مو من الجسم، نحن بدنا نوصل بشكل عام. بس هي بشكل عام طاقه علميه انها بتسحب الطاقه الالكترونيات الزايده من التلفزيون هيك شغلات، اما هي مو من الجسم، هي رياحه نفسيه. النبات بشكل عام بيعطيك رياحه نفسيه، بيعطيك طاقه رياحة ايجابيه نفسيه، وخصوصا لانه اللون الاخضر هو بشكل عام بالضبط. بيعطي طاقه. هدول كان هي الانواع كم نوع موجود؟ هدول الانواع بشكل عام هي ما بتحب المي ابدا. يعني احنا لازم نسقيها من ال 15 ل 20 يوم مره واحده. من ال 15 لل 20 يوم هي كثير لازم طبعاً نركز عليها. طبعا هي ما تحبوها ابدا يعني، لانه في ناس بتقول انه 3 ايام لازم تنسقها. 3 ايام حرام، لانه هي صباريات شرشه كثير بيكون خفيف. تمام. وهن بدهم قدر صغير من المي، يعني ما كميه كبيره، يعني مثلا مقدار كاسه صغيره. يعني مثلا كل نبته لحالها؟ لا، كل هذا الحوض مقدار كاسه صغيره وبس. كاسه. اما طبعاً مثلا اذا كان نبته لحالها وحده بس. هلا نحن مثلا في هيك نباتات هذا بتجي طعم. تمام. هذا نبات شو طبيعي. يعني طعم؟ طعم هو نبات اصل مطعم على هذا اللون، يعني هذا بيكون الزهر صناعي محطوط حط عليه، اما هذا هو طبيعي. هو طبيعي هيك لونه. تمام بالضبط. هلا مثل هي كلياتها هي تعتبر يعني بدها نص او ربع كاسه، كاسه شاي صغيره مثلا صغيرة. بتعبيها مي وبتحطيها عليها، ودائما لازم ما نجيب على الاساس مي، لازم حواليها، لانه هي فورا بتنضري. بيأثر بوجود هدول على لا على هذا النبتة. البحث هو زينه يعني بالنهايه انت يعني ما راح تشرب. في ناس بيقولوا انه لازم شيلهم وقت اسقيه ولا لا؟ لا ابدا ابدا، أنا ولا في داعي بشكل عادي. لا لا طبيعي أبداً. هذا لانه هو محطوط زينه، هو طبق قليل، نحن مو زارعينه بالبحص. تمام. هذا بس مشان نكمل انه الشكل. تمام بالضبط الشكل تبعه. يعني اليوم عم نتعرف على نباتات زينه بقلب البيت كثير حلوه وكثيره ومتوفره عنا موجوده، يعني مو شرط يكون مثل ما الناس مفكره انه فصل معين انا بس لا بقدر لا. يكون عندي او لا. هلا هاي شكلها كثير حلو وملفت. تمام. هي بقى اسمها سنسفيريا. سنسفيريا. هي سنسكريتي. سنسكريتي. هي نبات هي مخصص انه تنحط بهي الطريقه. تمام. تمام. هي طريقه تسقيطها حتما من تحت. من تحت. طيب اذا انا بدي احط هي بحط هون المي بعدين بحطها؟ اكيد لا. هلا هي رح تنقام وهي بتنصقها عباره عن مثلا صحن بنحط فيه مي وبتنحط فيه تقريبا نص ساعه كل اسبوعين مره واحده. نص ساعه كل اسبوعين مره واحده. يعني هي ما بتحب المي ابدا. تمام. كل الناس بتقلي معقول هذا طبيعي؟ لا، هو هذا ما له طبيعي. هي النبته طبيعيه ملبسينه هذا المخمل الزراعي مشان ما يضرها للنبته. ليش؟ طيب شو يعني ممكن؟ يعني هو مشان بيعطيك مثلا جماليه اكثر، بيعطيك منظر للبيت اكثر، لانه في منه الوان، في منه احمر واصفر و... ما بيأذيها لل... لا لا ابدا. هلا هذا النمو النبته وقف على هذا الحد، هي بصير بيطلع لها هي. هو بيجي لا من... وما حطيتها بتضلها عم تطول. هي نفس نبته السيوف ايام الزمان. طبعا العلم اتطور بيضلوا هن بيطوروا فيها. تمام. هي بتبرعم من هون، بس البرعم اللي بيطلع ما بيطلع له هذا اللون. ما بيطلع طبعا لانه هذا صناعي. تمام. بس ما بيأثر على لا لا هو زراعي. في منه الوان كثير حلوه، في منه كثير الوان، وممكن الواحد يعمل منه شكل يعني بقلب البيت مع بالضبط. الديكور شيء له علاقه حتى بديكور البيت نفسه. كمان من الشغلات الحلوه اللي موجوده اللي هلا وقعت واللي كثير البامبو. العالم تسال عنها البامبو. تمام. هي البامبو هو اسمه العلمي دراسينيا سندريانا. كله اليوم اسماء صعبه اللي هي من اصناف النباتات الدراسينيا، فهي متحمله كثير، وهي بصراحه لست البيت اللي ما بتحب العنايه بالزراعه. اه اوكي. تمام. يعني هي بس بتجيبي فازه مي بتحطي مي وبتحطيها بقلبها وخلص. قديه بدها تغيير؟ كل قديه نحن هلا بنغير؟ كل شهرين والثالث مره بالشتاء. كل شهرين والثالث مره ما بالشتاء. ما بتركض نفسها ما بتصير بقى مضرة؟ لا لا. هلا هو بالنسبه للنباتات نحن دائما لما بنغير المي تبعها بنحط نقطتين كلور هي تعقيم بس مشان ما يطلع ريحه او يصير في عفونه على الشرش وكذا. تمام. هي بتضل شهرين للثالث بالشتاء، بالصيف لازم كل شهر شهر ونص تغيري مره. تمام. تمام. في منها هيك بيجي هي الكبيره يعني؟ لا لا هي مو كبيره، هي مزروعه بالتربه. مزروعه. تمام. هي نفس نوعيه هي بس بدون لفه، بتجي مجدله. تمام. هي البامبو هي فينا نحطها مثلا قدام باب البيت ممكن. تمام. تمام. هي اذا كان مثلا مكان ما فيك تحطي فيه فازه توع كذا بنحط بهذا هيك. تمام. الشكل هي نفس الشيء بس الاختلاف. تمام. بس هي لازم تسقيها بالاسبوع مره واحده. اه هي بتختلف مو اكثر كمان يعني. يعني مو انه والله بامبو بتحب المي لازم روح واجي كت فيها مي، لا هي لازم كل اسبوع مره واحده، لانه هي مزروعه بتربه بتحفظ مي. هي ما بتنزرع بترب عادي، هي لازم تنزرع ببيت موس، هذا ترب اجنبي. تمام. بيجي مخصب انه يحفظ الشرش من العفونه ومن الدود وكذا وكذا. تمام. طيب لؤي وانت عم تحكي خطر على بالي اسالك سؤال خليه عنك.
وانت عم تحكي خطر على بالي اسالك سؤال. هلا في بعض الناس بتقول ليش ما بنحط مثلا في ناس بتقول حطوا سكر بالمي تبع النبته او حطوا ما بعرف هيك مواد بيخترعوا قصص بيقولوا اهل زمان كانوا يحطوا مي وسكر بالنبته او بالورده فبتعيش اكثر او مدري فما بعرف شو هدول. هلا هو بصراحه اهل زمان خربوا بيتنا لانه كانت التربه غير هيك وكان الجو كله مساعد اكثر من هيك. بس هي صح المعلومه انه سكر لا بالمي بتطول من عمر لما بتحطي النبات بتحطي بالمي سكر فهو بيجيب نمل وبس عشش النمل بالتربة فأنت رح تضطري تفرطي النبتة وتفرطي الشرش وتغيري التربة كلياتها. حتى الورد العادي اللي أنا ممكن أخده أبداً أبداً أبداً. هلأ بالنسبة للهيك الإضافات فيك تحطي مثلاً معلقة خل مثلا في عندك الجاردينيا بتفتح في عندك مثلا عندك ليمونه ما عم تفتح بتحطي. هلا هي ليمونه تركها لاخر شيء بدنا نحكي عن اخر شيء مسك الختام عشان تدوقنا منها. ايه بس كمان في شيء هون ما حكينا عنه يمكن هي جوزمانيا جوز. تمام كلهم اسماء صعبين هي نبات بفتح تقريبا 6 شهور بالسنه بتضل زهرته دائميه تعتبر هي لانه بتفتح 6 شهور بتريح شهرين بترجع بتحمل 6 شهور فهو بالنهايه دائمي تمام. هي اسمها جوزمانيا في منها كتير الوان في منها احمر في منها زهر في منها اصفر بيجي لون بس هون متغير هي. هذا تمام صعبه كمان سقايتها هي سقايتها كمان من تحت وكل اسبوع مره واحده بالشتاء نحن عم نحكي بالصيف يوم اي يوم لا. طيب كمان هون هدول خلينا نقول هذا الورد تمام. هلا في عندك هذا اسمه بونساي هو اسمه فيكوس بالنهاية فيكوس. هذا كل العالم بتقلك أنا أخذت عندي على البيت وماتت هي ما ماتت. الفيكوس هو من فصيلة التين فهو طبيعي إنه يغير ورقه بالشتاء. أوكي تمام؟ هو من يعني هو بيهر ورقه بالشتاء وبيطلع قزمية المعمرة يمكن. تمام بالضبط. هذا البونساي بيوصل عمره تقريبا لـ 150-200 سنة تمام. بس الفكرة إنه العالم بتقلك أنا جبتها لعندي على البيت وهالورقة وخلاص ما عاد تسقيها بس هالورقة بتقلك إنه ما عاد تمام. هي لا لدورة حياة تمام. هي لأنه من فصيلة التين فهو إجباري بده يهر ورقة يعني عادي. هي إذا كان بأنه أشهر بالسنة بتكون هي زهرة؟ دائمية تعتبر. هلا هي نحن هي إذا حطيتيها برا إجباري بده يهر ورقة. ما إذا كانت جوات البيت منزلية فما بيهر ورقة أبدا. هي بس بتحب الدفى بالشتاء يعني دفيها بالشتاء والباقي عليه مثلنا مثل البني آدمين بتحب الدفى مثل ما بيقولوا. يعني اليوم هيك تعرفنا سريعا على أهم الأنواع الزريعة المنزلية اللي موجودة. بدنا نختم مع الكيميكوات. هاي الكيميكوات هو طعمه الكرمنتينا على نوع تاني بحيث انه تطلع هذا المنظر. فهي الكيميكوات هي بتتاكل هيك مثل ما هي طبعا اذا حابه تجربي لقيت لي اياها كبيره شوي ظريفه مو مشكله. في هيك الكيميكوات كمان هي بتجي على الليمون. ايه تمام تماما. هلا هي الكرمنتينا بتجي من برا هي حامضه ومن جوا مره فهم بيضربوا الطعمتين مع بعضهم بس تطلع طعمه كثير حلو تطلع كثير منيحه. وهي هي منيحه للقريب كثير يعني دائما بالشتاء. وكمان فينا نحطها بقلب البيت جوا هي مثل ما لك شايفه يعني لا جوا ما بتشتغل هي برا خارجيه حصرا برا تمام. هي جوا فورا بيوع السمر اللي عليها وخلص بتهر تماما. يعني اليوم تعرفنا على كثير انواع للعرق الاخضر جوات البيت وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هي المعلومات. اكيد رح تنزل الفقره على اليوتيوب مشان يلي ما قدر يحضرها هلا. بحلقات جايه رح نحكي عن انواع ثانيه من النباتات. بدي اشكرك لؤي. شكرا لك. شكرا استضفتنا بقلب هي الجمال الحلو كلياته. واكيد قبل ما اختم ما رح انسى اني دوقه. باي باي.